وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا اهدنا وراجع بنا واغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا. اللهم اجعلنا نقدرك حق قدرك وبعد عنا الغفلات يا ربنا، إنها تسبب الخسارات دنيا وآخرة. فاجعلنا من الذين يتبعون المبررات ويصدون عن سبيل الغفلات. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورحمة، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، سنرجع إلى آيات الخاتمة لسورة نوح عليه السلام. يقول ربي آيات 24: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هل يلاقوا به الآن؟ أغلب الأمم في ضلالة ربما لم يسبق لها مثيل، لأنه جمعوا الملقات كلها ويتفنوا في اختراع ما يفوق ما دأبوا عليه من العصيان. يعني كلاب اللي يبدأ مستورين على رأيهم، عند ربي مش مستورين، اللي يخدموا الظلمات خاصة الكرب. قال شنو؟ قالوا فن ولي بوزار، فنون جميلة وكذا، وقت اللي يغلبها من عمل الشيطان وبوحي منه. وبعد يجونا في صورة إنسان يقول لك أنا شوف، أنا خلاق، أنا أبدع في هذا الشأن السينمائي، والآخر الشأن الموسيقي، والآخر الشأن النحتي، والآخر الشأن الرقصي، والآخر شأن نسميها كلها شيطان. يا ناس، راكم في قبضة الشيطان، وراني ماناش نلعبوا على القرآن. نعرف واش قاعدين نقول، على ما نتحدثوا ولا ندرسوا أحوالكم. لو كانت أحوالكم فيها ما يشفع لكم يوم القيامة لسكتنا واهتممنا بأشياء أخرى مغايرة لما نحن فيه. لكن بما أن الأمر وصل وبلغ درجة لا يؤمن ما بعدها، أنا لا اللحو نعاوده في الإنذار، كما هو القرآن إعلام وإنذار وبشرى لأهل الرحمة. والسلام على من اتبع الرضوان الإلهي.